جلود هنا وهناك، مشهد تعودنا على رؤيته بعد كل عيد أضحى، لكن المخطط الذي أطلقته وزارة الصناعة مع فاعلين عموميين وخواص بست ولايات يسمح بتجميع جلود الأضاحي بحاويات لاسترجاعها. بعد العملية التحسيسية وبعد هذه الإجراءات اللي قمنا بها تبيننا باللي نجحت العملية تقريبا بالك 100%. أنا نقول صراحة فرحنا للشيء هذا، المواطنين استجابوا، كمية كانت هائلة، تقريبا الدفعة الأولى فيها أكثر من 1000 نوع هيدورة. حي شعيبية ببئر توتة عينة من أحياء شهدت العملية، هنا يتم تجميع جلود أتى بها سكان الحي. شفت الهيدورة من هنا وما تكتشت نجيب واحدة لهنا، ذبحنا ومن بعد كذبحنا كملنا جبنا الهيدورة لهنا. اللي يرمي الهيدورة تاعو ونقول له اللي ديرها في الشكارة ودير لها الملح وديها. لتمر الشاحنة فيما بعد لاسترجاع الجلود من الحاويات. رانا درنا عملية تجميع الجلود مباشرة، دوكا تروح نوجهها لمصنع الجلود المتواجد برويبة. مخطط تسعى الحكومة من خلاله إلى استرجاع 800,000 وحدة من الجلود، وفضلا عن استغلال الثروة الحيوانية تساهم العملية في الحفاظ على نظافة المحيط.